بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن على اللينير كومبينيشن والسبانينج سيت. طبعا اللينير كومبينيشن سبق وان تم اخذه في جبر خطي واحد. ايش هو اللينير كومبينيشن؟ اذا انا عندي اوكي مثلا فيكتور سبيس اس مثلا جواته مجموعه من ايش المتجهات مثلا v1 v2 v3 and so on. وايضا اعطاني في السؤال مثلا فيكتور سبيس اخر وريكم الرمز مثلا يو. اوكي طيب اذا قدرت ركزوا معايا اذا قدرت اكتب هذا المتجه اللي هو اليو على الشكل التالي يو يساوي رقم وليكن هذا الرقم رمزه سي واحد في الفيكتور وضربته في الفيكتور الاول زائدا سي اثنين وضربته في الفيكتور الثاني زائدا سي ثلاثة وضربته في الفيكتور الثالث. اذا قدرت اكتب تمام هذا الفيكتور اليو از لينير كومبينيشن اوف اذر هذا يسمى ايش تركيبه خطيه. هذه المعادله تبع لينير كومبينيشن. لينير كومبينيشن هو عباره عن رقم مضروب في الفيكتور الاول زائد الرقم مضروب في الفيكتور الثاني زائد الرقم مكتوب في الفيكتور الثالث. ايش هي السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة على اختلاف الرموز؟ السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة هي اعداد سكيلر اعداد سكيلرز اخذتها من وين؟ مجموعة الاعداد الحقيقية كنت تكون موجبة سالبة بكسور وتفر. اوكي اذا قدرت اكتب المعادلة هذه فهذه تسمى لينير كومبينيشن. فاذا قدرت اجيب السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة وكتبتها على الشكل هذه المعادلة اذا هذه لينير كومبينيشن اوف اذرز. اوكي طيب خلينا كذا نتكلم اول شيء عن لينير كومبينيشن. هو ايش يجيك في السؤال؟ نطلع كذا نعمل ريفرش سريع. اول شيء هو ركزوا معايا هو يقول لك في السؤال هو يعطيك فيكتورز ولا يكون رمزها يو في سمول اي بي سي واتيفر. اوكي طيب ايش استفيد من السؤال؟ هو يقول لك انا اعطيتك الفيكتور هذا ويعطيك ال 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 في كابيتال هي الفيكتور سبيس كامله جواتها مجموعه من المتجه الفيكتور الفيكتور الاول الفيكتور الثاني الفيكتور الثالث and so on. طيب بعدين يقول لك هل حدد لي هل في كل فيكتور معطى لك في السؤال اقدر اكتبه as a linear combination of vectors in v؟ هذا معنى linear combination. طيب خطوات حل السؤال هذا كده ملخص. اول شيء اكتب المعادله الرئيسيه. طبعا هذا الحروف عادي ويديك يا w u v هذا الحرف وهذا الحرف وهذه الحروف عاديه. المهم انه انا يكون عندي فيكتور معطى في السؤال احاول اكتب المعادله الرئيسيه زي كذا. بعدين خطوه رقم 2 اكتب المعادله الرئيسيه على شكل لينير سيستم على شكل نظام خطي على شكل مصفوف حيث نضع كل متجه في عمود. شوفوا v1 v2 v3 والخط الاخير يكون اليمين وايش الدبليو المعطاه في السؤال. خطوه رقم 3 ارجع احل النظام الخطي احوله ل RR شيلين فورم ريديوس رو شيلين فورم او رو شيلين فورم زي ما تعلمنا في جبر خطي واحد. حيطلع عندي تمام ثلاث احتمالات. اما يكون لي بمعنى اخر اما يكون النظام له وان سوليوشن او انفينيتلي سوليوشن عدد لا نهائي من الحلول او نو سوليوشن. اوكي اذا 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 كان نظام النظام اذا هذا اللي اعطاني في السؤال طلع ما له حل معناته inconsistent معناته not linear combination. إذا قدرت أحل النظام الخطي وأطلع قيم المجاهيل السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة أوكي سواء كان one solution أو infinite solution فهذا هو إيش يسمى consistent وإذا هو linear combination. أوكي خطوة رقم 4 أعوض قيم السي واحد والسي اثنين ثم أعوض بقيمهم في المعادلة الرئيسية. على شيء مكرر راح ايش ناخذ مثال نفهم الفكره. شرحت عليه درس كامل في جبر خطي واحد. نرجع الان نطبق الخطوات هذه في حلنا للمسائل. بس وين نروح وين 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 طيب
بسم الله. لا مو هنا. يلا شوف هنا مراجعة بيقول لك إذا أنا عندي في في فيكتور سبيس على الحقل كي، وأنا عندي في هذا الفي سمول هو متجه موجود في الفيكتور سبيس، هو لينر كومبينيشن فيكتور يو ونيو تو يو وما إلى ذلك. طيب يعني بس صار لو أنا عندي هذا الفي، ركزوا معايا، الفي هذه إذا كنت حطها موضع قانون بعدين جبت هم مسمينها إكس واحد، المجهول الأول إكس واحد في المتجه الأول زائد إكس اثنين في المتجه الثاني زائد إكس ثلاثة في المتجه الثالث، إذا جيت أكتب تمام المعادلة هذه على الصورة هذه، فإذا اليو هذه هي linear combination of the vectors اللي في الاس أو في الفي، واضح؟ طيب فهو حيقول لك جيب لي قيمة الإكس واحد، قيمة الإكس اثنين، قيمة إكس ثلاثة بعد ما تأكد اللي هي linear combination رنت. طيب شوف example one، قال لك افترض ان انا عندي اكتب الفي هذا اللي هو 3 و7 سالب 4 هو موجود في الار 3. كيف انه ار 3؟ لاحظوا معايا عدد العناصر داخل الفي 1 2 3، اذا هذا الدايمنشن حقها ار 3. اكتب هذا الفيكتورز اللي هو الفي هو على شكل ايش؟ لينير كومبينيشن اوف اذرز اللي هو اليو 1 واليو 2 واليو 3. كانه بيقول لك يعني كانه هو مثلا الفي كابيتال هذه الفيكتور سبيس هو عباره عن مكون من 3 فيكتورز يو 1 يو 2 يو 3، فكنا نكتبها في جبر خطي 1 1 2 3 فاصله 2 3 7 فاصله 3 5 توقف في المكان. بس يعني نعيد صياغة السؤال، خلينا نحلها. عندكم اللي هو في 4.1 الاكزامبل الأول هو كأنه معطيني الاس أو الفي، أوكي خلينا نحطها في كابيتال عادي. الفيكتور سبيس هذا مكون من كم متجه داخله؟ 3 متجهات، 1 2 3، بعدين فاصلة، المتجه الثاني اليو 2 2 و3 و7 فاصلة 3 و5 و6. هذا هو أعطاك إياه بس بسيط بشكل ثاني ونفصل لك إياه، أوكي؟ بعدين هو أعطاك في السؤال أيضا أعطاك فيكتور آخر V ينتمي، ممكن ينتمي للفي الفيكتور سبيس الكبيرة أو ما ينتمي لها، هو عبارة عن 3 و7 سالب 4. يقول لك السؤال اكتب لي رايت الفي سمول هذه از لينر كومبينيشن اوف اذرز. ايش يعني اذرز؟ يعني هذا المتجه الاول، هذا المتجه الثاني، هذا المتجه الثالث. يعني باختصار ابغاك تكتب الفي هذه عطيك معادله التالية، رقم نسميه اكس واحد مثلا، اكس واحد بالفيكتور الاول زائدا اكس اثنين بالفيكتور الثاني زائدا اكس 3 بالفيكتور الثالث. إذا قدرت اكتب هذه الفي على شكل رقم في الفيكتور الاول ورقم في الفيكتور الثاني رقم في الفيكتور الثالث، فهو يعتبر هو شو يعتبر لينر كومبينيشن اوف اذرز، واضح؟ طيب خطوات الحل زي ما تعلمنا، اول شيء المعادله تبغى تكتبها او ما تكتبها شيء راجع لك، يعني مش ضروري. ايش يعني مش ضروري؟ هذا المعادله يلا عوض الفي هي 3 7 سالب 4، فتقول 3 7 سالب 4 يساوي اكس واحد هذه مجهولة، يو ون وينها؟ هذه اكتبها 1 2 3 زائدا اكس اثنين مجهولة، اكتب يو اثنين 2 3 7 عشان ما يكفي اكتب اكس 3 اضربها في 3 و5 و6. طبعا هذا مش مطلوب تكتبوه، المهم الخطوة اللي بعدها هي المهمة. ايش هي الخطوة اللي بعدها؟ اجي احول هذا النظام هذا الى مصفوفة. كيف مصفوفة؟ لاحظوا معايا هذا الفيكتور الاول يو 1 انزله على شكل عمود. كيف انزله؟
هو كان كده 1 2 3 اكتب بشكل عمود 1 2 3 واضح. والفيكتور الثاني نزل عمود ثاني، والفيكتور الثالث نزل عمود ثالث. يلا حيكون عندي لاحظوا 1 2 3 2 3 7 3 5 6. انا بطبق الخطوات، خط يمين الخط الفي برضه نزلها على شكل عمود، يعني هذا كيف حتكتب 3 7 سالب 4 فاهمين؟ فانا اقول 3 7 سالب 4 حلو. وحل النظام الخط عادي، احول ل ار ار شيل انفر زي ما تعلمون. طبعا اذكركم انه ايش هذا، انا هنا حاب راح اجيب الاكس 1 هنا اكس 2 اي حروف مش مهم، وهذا هو الفي. يلا هذا 1 بخلي هذا تحت 0 وذا 0، كيف؟ باستخدام الصف الاول. فاقول سالب 2 ار 1 زائدا ار 2 والناتج اكتبه في ار 2. بعدين هذا كيف اصفره؟ فاقول سالبا 3 ار 1 زائدا ار 3 والناتج اكتبه في ار 3. دائما الى بعد عمليه الجمع هو اللي يتغير. يلا طيب معناته الصف الاول ما حتغير لانه هي 2 و 3 بس. الصف الاول انزل زي ما هو 1 2 3 3. هذا سالب 2 في زائد 2 0، سالب 2 زائد سالب 2 في 2 هنا سالب 4 زائد 3 سالب 1، سالب 2 في 3 سالب 6 زائد 5 سالب 1، سالب 2 في 3 سالب 6 زائد 7 يعطيك ايش؟ 1. الصف الثالث حيتغير، سالب 3 زائد 3 0، سالب 3 في 2 سالب 6 زائد 7 1، هنا سالب 3 في 3 يعطيك سالب 9 وزائد 6 يعطيك هنا سالب 3. واخر شيء نضرب السالب 3 هذه في 3 يعطيك كم؟ سالب 9 ناقص 4 كم يعطيك؟ سالب 13. واكمل الخطوات زي ما تعلمنا. خلاص هنا اول عنصر، اجي هنا في الصف الثاني هذا لازم يكون 1 قسم على سالب 1، فتقول يعني كان تقول سالبا 1 على ار 2 سالب ار 2. الصف الأول يبقى زي ما خلينا نغير الصف الثاني 0 1 1 سالب 1، والصف الأول ينزل زي ما هو 2 3 3 0 1 سالب 3 سالب 13. الآن هنا الصف الثاني أول عنصر لا يساوي 0 و 1، نعم متحقق. أجي أشيك على الرقم اللي فوقه أحاول أخليه 0 ولا تحته أخليه 0 باستخدام الصف الثاني، بمعنى الصف الثاني هو اللي ما حيتغير. لاحظوا معايا 0 1 1 سالب 1. طيب باستخدام الصف الثاني الواحد كيف اصفر اللي فوقها؟ فاقول سالب 2 زائد 2 صح، سالب 2 في الصف الثاني زائد الصف الاول صح. فنقول عشان اصفر الصف الاول هذا 2 فاقول اضرب الصف الثاني في سالب 2 زائدا ار 1 والناتج ينكتب في الصف الاول. هذا كيف اصفره؟ اضرب الصف الثاني في سالب 1 واجمع عليه الصف الثالث والناتج ينكتب في الصف الثالث. اوكي حيصير عندكم لاحظوا معايا طبعا هذا ما حيتغير 0 0. هنا حيكون عندكم 0 سالب 2 في 1 سالب 2 زائد 3 حيصير 1، سالب 2 في سالب 1 سالب 2 في سالب 1 سالب 2 زائد 3 هنا سالب 2 في سالب 1 دقيقة بس أتأكد من هنا سالب 2 في سالب 1 سالب 2 وزائد 3 هنا المفروض يكون ثواني بس أنا هنا ضربت سالب 2 في 0 بصفر زائد 1 بواحد، سالب 2 في 1 سالب 2 زائد 2 0، سالب 2 في 1 سالب 2 زائد 3 يكون 1 مفروض. يعني هنا سالب 2 في يعني ركزوا كان في غلط هنا، سالب 2 في سالب 1 سالب في سالب يعطيك موجب 2 يعني 2 زائد 3 طعم يعطيك 5. هنا بعدين 0 هنا 0
سالب واحد وسالب ثلاثة سالب أربعة، وهنا واحد ناقص 13 يعطيك ناقص 12. بنفس الطريقة أجي في الصف الثالث، إيش بيقى عندي في الصف الثالث هنا؟ هنا هذه السالب أربعة خليها واحد، فقسم على أربعة يعني، فتقول سالبا واحد على أربعة آر ثلاثة. الصف الثالث هو اللي حيتغير، الصف الأول ينزل واحد صفر واحد خمسة، صفر واحد واحد سالب واحد، صفر صفر هنا واحد، هنا سالب على سالب يعطيك موجب 12 على 4 كم فيها؟ 3. باقي هنا عندي لاحظوا معايا، هذا حأصفره وده حأصفره باستخدام الواحد هذه، فأقول سالبا آر ثلاثة زائدا آر واحد، وسالبا آر ثلاثة زائدا آر. طبعا الصف الثالث ما حيتغير، صفر صفر واحد ثلاثة هنا يصير، طبعا هذا حينزل زي ما هو واحد صفر صفر واحد، هذا حيصير صفر، وهنا حيصير يعني نقول سالب ثلاثة زائد خمسة يعطيكم اثنين، وهنا هذا حيصير صفر، والسالب واحد دي فيطلع سالب ثلاثة ناقص واحد يعطيكم سالب أربعة. خلاص لاحظوا معايا، هذا عمود إكس واحد، هذا عمود إكس اثنين، هذا عمود إكس. أجي من تحت لفوق وأحسب، فيكون عندك من الصف الثالث لو أكتب المعادلة يطلع عندك الإكس ثلاثة يساوي ثلاثة، أوكي. من الصف الثاني ما عندي اللي هنا الواي أو إكس اثنين، الإكس اثنين تساوي سالب أربعة، ومن الصف الأول ما عندك من الإكس واحد يساوي اثنين. فأجي أنا أوكي أقول في يساوي قيمة الإكس واحد، وين المعادلة؟ هذه المعادلة هنا، أعوض بقيمة الإكس واحد وإكس اثنين وإكس ثلاثة، فظهر عندي فأقول اثنين يو واحد ناقص أربعة اللي هي إكس اثنين في يو اثنين زائد ثلاثة يو ثلاثة، وهذا هو المطلوب. طيب نجي الآن نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده شايفين خلاص طلع قيمة الإكس وسميها إكس واي زد ما يهم، تبغى تسميها إكس واي زد المجاهيل أي حروف عادي. طيب شوف جا كتبها بعين هنا. السؤال اللي بعدها ريمارك، ما عليكم من الكلام هذا هنا، بس بذكرك انه ممكن يكون عندي نو سوليوشن او انفنتلي مينو سوليوشن او وان سوليوشن، اوكي. طيب اذا نفس الكلام، اذا طلع عندي النظام ما له حل فما اقدر اكتب الفي عندي از لينير كومباينيشن اوف اذرز. طيب اكزامبل 2 هنا بيتكلم على البولينوميال، برضو عادي نقدر نحلها ونشوف لها هي لينير كومبينيشن ولا لا. لاحظوا معايا قال لك سبوز وي وونت تو اكسبريس ذا بولينوميال، اعطاك البولينوميال في اللي انا بكتبها في المعادله في اليسار هنا، هذا الفي اوكي هذا لينير كومبينيشن اوف اذر، سماها هنا عندك المجاهيل بي 1 خلينا نكتبها مثلا سماها ايه، خليها ايه اكس واي حاجة، اكس في البي 1 زائدا واي في البي 2 زائدا زد في البي 3. هذه المعادلة نفسها يا جماعة الخير، نفسها بقول لك الفي تساوي اكس في البي 1 زائدا واي او اكس 2 في البي 2. المهم انا بجيب قيمة المجاهيل هذه، ايش هي؟ الاكس والواي والزد، البي 1 والبي 2 والبي 3 لازم يكون معطاها في السؤال، والفي ايضا. لاحظوا معايا الفي معطينيها في السؤال بولينوميال كثيرة حدود، واعطاك البي 1 واعطاك البي 2 واعطاك البي 3. لاحظ هذه من اي درجة؟ لاحظوا معي اكبر اس عندي هنا 2، فالدايمنشن حق عائلة كثيرة الحدود البي 2 يساوي كم؟ 3. دائما البولينوميال زود 1. طيب تعالوا نحلها، يلا نفس الفكرة نبدأ نحلها المرة، يلا
شوفوا اكزامبل 4.2 هو كأنه معطيني فيكتور سبيس سميها في كابيتال اس كابيتال وجوتها اعطاك هذه الثلاثة. انا بعيد صياغة السؤال، اعطاك لاحظ معاك ثلاثة فيكتورز تي تربيع زايدا 2 تي زايدا 1 فاصلة، اعطاك الفيكتور الثاني 2 تي تربيع زايدا 5 تي زايدا 4 فاصلة، اعطاك الفيكتور الثالث اللي هو تي تربيع زايدا 3 تي زايدا 6. كيف عرفت انها ثلاثة متجهات؟ سميها هذه بي 1 فاصلة، هذه سميها بي 2 وهذه سميها بي 3. طيب وايضا اعطاك، هو معطيك في السؤال قال لك الفي هذه يبقى سمول فيكتور اللي هي عبارة عن 3 تي تربيع زايدا 5 تي ناقص 5. هذا يبقى تكتبه على شكل ليدر كومبينيشن اوف بي 1 بي 2 بي 3، يعني في تساوي تجيب قيمة المجال، سمي مثلا A B1 زائدا B B2 زائدا C في البي 3. أنا هدفي أجيب المجاهيل A و B و C. طيب خطوة اللي بعدها على طول أجي أحول هذا النظام إلى مصفوفة. كيف؟ بكل بساطة أجي لاحظوا معايا العمود الأول، شوفوا دائما أنا عندي الآن هنا كثير حوت بالدرجة الثانية صح؟ اللي هي أكبر أس فيها 2، ركزوا معايا أتكلم الدرجة حقتها أكبر أس 2، فدائما كثير الحوت لما مكتوبة يكون عندك أول شيء A، أول شيء العدد زايدا خلينا نقول A و B و C المجاهيل الثوابت يعني A زايدا B X1 زايدا C X2 زايدا D اكس 3 صح؟ هذا لو كان عندي من الدرجة الثالثة، انا الان عندي من الدرجة الثانية. لاحظوا معي كيف اول شيء اول صف هو اللي هو ايش الثابت، اسميه مثلا A اوكي، او سمي A1 سمي A1 او A0 عادي A0 اوكي. بعدين في الصف الثاني معامل X، في الصف الثالث معامل X ربيع، يعني في الصف الاول اخلي فقط الاعداد، في الصف الثاني اخلي معامل الاكس او التي اس واحد، في الصف الثاني اخلي معامل ايش التي اس ثلاثة اوكي. شوفوا يلا، يعني اجي هنا في الصف الاول شوفوا من 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 البي 1 زي ما اتفقنا، هنا حيكون عندك هنا بي 1 وهنا بي 2 هنا بي 3 وهنا ايش الفي صح نفسها، بس هم هنا بين كثير حدود. طيب أول شيء أبدأ في الصف الأول أخذ الأعداد، هنا واحد وهنا أربعة هنا ستة، ركزوا معايا هنا واحد تحته هنا أربعة هنا ستة، والفي برضو أخذ العدد حقه إيش هو كم؟ سالب خمسة. الصف الأول الأعداد باللي ما في إلا مش مضروبة في المجاهيل. الصف الثاني الأعداد المضروبة في أس واحد، في البي 1 عندك هنا اثنين، في البي 2 خمسة، في البي 3 ثلاثة، وفي الفي خمسة. يلا نكتبها 2 5 3 5. في الصف الثالث معاملات الأس 2، هنا عندك معامل التي تربيع بواحد، معامل التي تربيع باثنين، معامل التي تربيع بواحد، وهنا الفي معامل بثلاثة. فكان عندك هنا كم؟ لاحظوا معايا 1 2 1 3 1 2 1 3 خلاص انتهى. الآن هذا الترتيب جدا مهم، عدد مع معامل اكس معامل ايش اكس تربيع. الان يلا احلها زي ما تعلمنا، خلاص وقع انه ايش امر جدا بسيط، اصفر ده الاثنين واصفر الواحد باستخدام الصف الاول، فاقول اضرب الصف الاول في سالب 2 ار 1 زائد ار 2 والناتج ينكتب في ار 2 زي ما نعرف، واضرب الصف الاول في ار و في سالب 1 واجمع عليها الصف الثالث والناتج ينكتب في ايش في الصف الثالث، يعني الصف ايش الأول ما حيتغير، 1 4 6 سالب 5 هذا يصير 0 سالب 3 سالب 9 15 0 سالب 2 سالب 5 8.
اوكي انا اول شيء اخلي هذا واحد قسم على سالب ثلاثة، سالب واحد على ثلاثة ار اثنين، الصف الاول حيبقى زي ما هو، واحد اربعة ستة سالب خمسة، هنا صفر واحد ثلاثة سالب خمسة، صفر سالب اثنين سالب خمسة ثمانية. الآن هدفي أخلي هذا اللي فوق الواحد صفر في الصف الثاني، هذا صفر. فأول شيء هسوي أقول سالب أربعة آر اثنين زائدا آر واحد، هنا عندكم اثنين آر اثنين زائدا آر ثلاثة. الصف الأول والثالث حيتغير، والصف الثاني حيبقى زي ما هو، صفر واحد ثلاثة سالب خمسة، هنا واحد صفر 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 سالب ستة واحد خمستاعش سالب اثنين. عمليات عادية، واحد يقول لي كيف؟ خلاص زي ما علمناكم في الجبر الخطي واحد. طيب أجي هنا في الصف الثالث، هذا مزبوط واحد، أبغى أصفر الثلاثة وأصفر السالب ستة باستخدام الواحد اللي في الصف الثالث. فأقول أول شيء أصفر الصف الأول، فأقول ستة آر ثلاثة زائدا آر واحد، بعدين أبغى أصفر الثلاثة فتقول سالبا ثلاثة آر ثلاثة زائدا آر اثنين، يعني الصف الأول والثاني حيتغير والثالث تبقى زي ما هو، صفر صفر واحد سالب اثنين. هنا طبعا واحد صفر، هنا صفر واحد، هنا حصر صفر صفر، هنا ثلاثة، هنا واحد. بدكم تتأكدوا وطبقوا العمليات هذه جدا بسيطة. خلاص اعتبر هذا مثلا اكس، هذا واي، مجاهيل اكس واي زد اي بي سي دي اي شيء. يلا فراح اقول هو المعادلة كان عندنا الفي تساوي رقم في الفكتور الاول، طبعا يعني قيمة بمعنى اخر، قيمة الاكس من الصف الاول طلعت ثلاثة، قيمة الواي من الصف الثاني طلعت واحد، قيمة الزد من الصف الثالث طلعت سالب اثنين. اذا راح ارجع اعوض في المعادلة هذه، وينها هذه، بقيمة الـ A والـ B والـ C، قيمة الـ X والـ X Y Z بس. فتقول الـ V تساوي ثلاثة في الفيكتور الأول زائدا واحد في الفيكتور الثاني ناقصا اثنين في الفيكتور الثالث، وهذا هو الجواب. واضح إن شاء الله؟ فأتوقع الموضوع جدا بسيط، حاولوا تسترجعوا الخطوات اللي أنا كتبتها إن شاء الله ما راح تضيع، بس نتأكد من الحل تبعنا وين. هذا حلينا، هذا حلينا. هنا في بس ملاحظة يقول لك ال هنا بيقول لك يعني مثلا النظام شوفوا يعني جاء حلها، شوفوا قال لك انه سيبوكم من هنا الكلام هذا، هنا طلع خلاص النواتج تطلع من هنا زي من تحت لفوق زي ما علمناكم. طيب شوفوا اكس ثلاثة واي واحد زد سالب اثنين، هنا ايش بيقول لك؟ المعادلة وين المعادلة بالنجمة هذه؟ هذه المعادلة. يقول لك المعادلة هذه هي معادلة identity invariability اللي هي كل فاكرينها في جبر خط واحد، نقول parameter equations، يعني أنا ممكن أحط أي قيمة للتي وأقدر أستنتج ثلاثة معادلات بثلاثة مجاهيل. فمثلا لو حطيت التي مثلا أي قيمة، أي قيمة من تنتمي من الريال نمبر، مثلا حطيت تي بزيرو أو تي بواحد والتي بسالب واحد، في إيش؟ في المعادلة رقم واحد، وين واحد؟ هنا هذه. لو حطيت تي بزيرو هذا حيروح، هذا حيروح، وذا حيروح، ذا حيروح، ذا حيروح، في أشياء كثيرة حتروح صح؟ ذا حيروح وذا حيروح صح؟ حيبقى عندك بعض ايش المعاليم، يعني مثلا نتأكد خلاص حيطلع، حيبقى لك هذا الترم وهذا الترم وهذا الترم
بس تعوض يعني. قال لك لو بتعوض بتجرب تحط قيمة التي، أيضا لو حط التي بواحد أو التي بسالب حطلع معاك هذه المعادلات. يعني أنا ممكن أعمل ريديوس للسيستم هذا لشيل الفورم وأحله بالباك سبستيتيوشن مرة أخرى، حيطلع برضو إكس تساوي 3 واي بواحد وزي سالب 2 نفس الكلام. واضح؟ أوقف هنا إن شاء الله في الفيديو القادم مشرح الاسبانينج سيت، وأيضا جدا بسيط الموضوع، بالتوفيق.